السلام عليكم مشاهدي الكرام، البشر مبروكة. اليوم جيت نقدم لكم كريب بفواكه سوطي على بركة الله. عندي 250 غرام ديال الدقيق اللي هو الدقيق ممتاز، عندي كاس سنيدة، عندي شوية ديال الحامض محكوك، جوج بيضات، ونسيطر الحليب ما يعادل 3 الكيسان. كنشدو السنيدة بفوا على الدقيق، هذا الحليب نحاول اننا نضيفه بشوي بشوي، قدرات الحليب قدر اللي يزيد الحليب على حسب الدقيق. نزيد نضيف الحليب بشوي بشوي باش ما صافي. من بعد سالينا من التخلاط ديالنا، نحطوه في الثلاجة واحد 10 دقائق ماكسيموم، وندوزو لتحضير الفواكه بطريقة تانية. هنا الفواكه ديالي عندي بنانة وحدة، عندي تفاحة وحدة، عندي خوخة وحدة، وفريز شي 6 ولا 5، وعندي شوية سنيدة، وعندي معلقة زبدة. هادشي اللي متوفر عندي انا في البيت، متوفر عندكم فواكه اخرى ضيفوها ماشي مشكل. انا احسن كنديرو بوطة فوق المقلة، نزيدو عليها الزبدة، نسقيوها مزيان مع السنيدة، تطيح لينا شوية ماشي طيح كاع، خليوها طيح بزاف غير شوية وصافي. من بعد ندوزو نصيبو الكريك ديالنا، معلقة سنيدة كبيرة، المهم كنبقاو نحركو بشوي بشوي، منغفلوش عليها حتى طيح لينا. بعد ما حطينا الفواكه ديالنا هاي سطيناها مزيان على هاد الشكل، ندوزو باش نطيبو الكريب ديالنا. ناخدو مقلة نديرو على العافية صافي، ونبداو تدخل لينا شوية. نبداو نعمر بهذا الشكل، تكون النار مهيلة، ما تكونش النار زايدة بزاف، تكون قليلة باش يطيب لينا على خاطر. بعد ما كنحسو بها طابت من التحت نقلبو على هذا الشكل. سالينا من نطيبو، دابا غندوزو لطريقة التعمار بهذا الشكل. صافي نطويهم، المهم مشاهدي الكرام بعد ما سالينا هذا هو الشكل النهائي ديال الكريب ديالنا اللي معمرين بالفواكه. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم بالصحة والراحة، شهية طيبة، رمضان مبارك سعيد. ما تنساوش ابوناو عندي فلاشين ديالي، ورمضان مبارك كريم.